ثبت في سنن الدارمي عن حسان بن عطية وهو من التابعين الورعين العباد أنه كان يقول: ما أحيا قوم بدعة إلا أماتوا سنة. خير دليل على هذا الحديث الصحيح المشهور، حديث الأرباض بن ساري عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذكر فيه: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقد رأيناه. ما المخرج من ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. المخرج هو التزام السنة، متى ما وجدت اختلافا ابحث عن السنة، هي المخرج. لكن تأمل بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وإياكم ومحدثات الأمور. في الأول قال: فعليكم بسنتي، ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور. فالتزام السنة لا يكون أبدا إلا بترك البدعة واجتنابها. فلو وقعنا في البدعة عياذا بالله أمتنا السنة شئنا أم